الرحاب النبوية الشريفة على موعد للقائهم، تنتظرهم أفئدة قوم نذروا لله صوم رمضان الخير بصلوات نهاره وقيام ليله. إنها لحظة رفيعة يترجمها الشرف ويومض بهاء وجودها، هي رحاب الموقف الشريف، رحاب مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. ومن هؤلاء السعداء الذين سعدوا في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى لهم الجزاء الأوفى، إنه فضيلة الشيخ القاضي عبد الله الزاحم. في عام 1389 صدر الأمر الملكي بتعيين فضيلته إماماً وخطيباً للمسجد النبوي الشريف. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. كان في حائل أحيانا ينوب عن بعض الأئمة في حال غيابهم، وعن خطيب المسجد كان يخطب عنهم، وكان في أيضا قبل ذلك في أثناء طلبه في الرياض تولى الإمامة في أحد المساجدها ما يقارب سنتين ونصف، كان يساعد أباه في إمامة المسجد فيما يتعلق بصلاة التراويح. فلما جاء وكان يحفظ كثيرا من القرآن، عند ذلك رشح لأن يكون إماما في المسجد النبوي. رمزا من رموز المسجد النبوي الشريف في خطابته وفي قراءته وفي قراءة الحدر في التراويح، وكان ذا صوتا مميزا.